السلام عليكم. يعني ها وين سبحت؟ سبحت بلعب اللي بالليل. ما تبي تسبح هنا؟ لا بالليل. واللحيك عودة صلاح عودة بطح ما نوم بتي تطيح الدالي؟ لا خليه. وين الضروس؟ بيت يا بابا. ها؟ يعني يا بابا زين ايه. وعو هناك؟ لا حتى بس راح يصل واعية؟ ياسين هنا ابو بار. شو اسمه؟ كولي. ياسين هناك؟ هلا. قوم تريق. منو؟ انا ابو بار. كم ودي بتريق؟ ما قال. عيب صلاح. عيب صلاح. ها؟ ما حبيتني؟ يلا. صبر خليه يجيب الكاميرا. يلا. ثانك يو. بعد انتين اليوم؟ ما اشوفك انا، انت وين الحين؟ ها شو تبه؟ قوم. وتشوف تبغى اجيكم هناك؟ ايه. تحبني ولا لا؟ خلاص. انت تحبني ولا ما تحبني؟ ايه. وايد ولا شويه؟ وايد. اوكي حبيبي اثنيتك انا. يلا الحين بجيك يلا. كذبت. لا والله ما كذب، بس ببدل بجيكم. تتب اول. ها؟ زين يلا. تمام. تخيل وين بصير؟ ما تعرفين الموت انت خبر؟ ها؟ انت ولا يقول خبر الموت؟ بصير الموت؟ ايه. ما بالحين عادة؟ اه. بصير العصر؟ اه زين. العصر بتمشى؟ زين بنصير الموت. ايه. تبغى نتعشى هناك في المول لو نتعشى هني بيتكم حصة؟ سيب. انت شو سيب زين؟ ايه. على هواك. شو شو الاحسن؟ على احسن على. هني؟ ايه. باسل بكره نحن معزومين؟ ايه باسل. باكر معزومين؟ مشكلة. تعرف وين عاد معزومين؟ ايه. وين؟ ايه. لا ما بين 10 دقايق. الحين بحط الفويس نوت بسمعك وين معزومين. زين؟ حق العرب بعد يعرفون نحن وين بنسير؟ ايه. باسل وين بنتعشى؟ ما بعشاء. انا حلفت عليهم ما يسووا لنا عشاء. لا بس بنتقهوى عندكم. زي صلاح؟ شيء مشكلة. بس بنتقهوى عندهم. مشكلة. هذا بعد. شباب. تدقني على بطني. زين. يا حبيبي. شارع الماندو ستريت، الماندو ستريت 8181. ايه. هذا اسم الشارع. المجمع اسمه ايلي ميديكال سنتر. ايلي ميديكال سنتر. كان قبل الجماعة الأوليين كانوا يسمونه سان مارين، فتبدل اسمه الحين إلى إيلي ميديكال سنتر. هذا هو المجمع. يبعد عنك تقريبا من المجمع، كل المجمع هذا مال 15 دقيقة أو 10 دقائق. صح. بليز شو بليز؟ ولا تبي تخاف؟ ولا من غير ما تحبني؟ إيه. أول حب وبعدين بخليك تخاف. يلا يا مساء الخير من بغداد إلى أبو ظبي. إهداء خاص الأستاذ خالد الخالدي. وين؟ بأبو نؤاس. هاي بغداد. إحنا بأبو نؤاس حاليا، زين، على نهر دجلة، ومن أحلى المطاعم اللي هو يعني مطعم حلو يسوي لنا سمك مزقوق هناك. أشوف يسقفون السمك، وهسا نصور لكم شوي وانا بعد. إهداء الأستاذ خالد إن شاء الله سلامي يوصل مننا لأبو ظبي إليه، تحياتي إليه. شوفوا هاي الريسبشن هنا ورانا المي، ونصعد فوق للمطعم على القاعدة الحلوة. أستاذ خالد، هذا فتشي بسيط إهداء من بغداد العظيمة إلك، يعني الأهل أبو ظبي. إذا رجعت نزلت جوة أراويك بغداد، أراويك دجلة، أراويك ويانا يعني بلد الحضارات اللي يعني إن شاء الله يرجع مثل قبل. ادعوا له يا رب الأمن والأمان. هنا يسقفون المسكوف، تيجي أخذك أحلى مكان. أستاذ خالد تشرفنا بالعراق إن شاء الله.
وهناك ناكل مثل ما قلنا. وهاي من الطلعات الاولى الي واصور بعد ان شاء الله اكثر اكثر لاقدر نشوف العراق ويانا وراويكم العراق ويانا بلد الحضارات بلد بلد شنو معروف العراق بالنهرين الحضارات الزراعة الله يعمره ويعمر كل ديرة يا رب. تحياتي من بغداد لأبو ظبي. هذه البساتين مال بغداد وقعدات بغداد. شنو رأيك أستاذ خالد؟ صح ولا لا؟ هاي قعدات بغداد، هاي الجادرية، منطقة الجادرية من أحلى المناطق. شعور حلو طيب أهدي الكيام من العراق لأبو ظبي أستاذ خالد. أبوي عزمت الخروج. الخروج؟ عزمت على الظهرة وظهرت حينه أبوي بتحوط شوية خاري ها حين هالممرات داخل يعني داخل السكن اللي أنا فيه الحين مدة شي 5 دقائق وأظهر وين الحديقة أو ما أدري وين وما أدري وين بدور دور ما دار السكن اللي أنا فيه هذا جنب بعد عندهم كذي جايينه قبل 5 سنين ما أدري 4 سنين وردي إن شاء الله باكر اليوم المغرب بيني وبكم متعايز في خاطر اليوم بديها بس اللي يسمونه مشي سريع شي هرولة وبرد بوابة السكن وحين ظهرت عادة اتجاه الخارج حشرات اللوزة هي مبلوزة شارات اللي في شوارع أبو ظبي شارات اللي في شوارع أبو ظبي بالضبط لكن هذا يفرق ان هذا في هيوستن هاي أبو ظبي بمشي دور مدار المبنى هذا مكان خاص للمشاي الناس اللي بيت مشهور وهذا مكان عنوانهم بنار مسعد خلاف مظهر تقريبا 700 متر كيلو لارب ولا 500 متر يعني اظني نص كيلو كل هبوي اللي تشوفونهم هاي بيوتهم فريج عبارة فريج عبارة لفريج وبيوتهم والله غاوية واهتمامهم وايد زين في الزراعة كل بيت على كثر الخضرة والدنيا اللي في بلادهم بعدهم مهتمين في زراعته لكن من خارج يوم أول ما تجبل على هالبلاد من فوق من فوق يعني من المنظر العلوي يوم في الطيارة شوف ترى هذا كله روز كله روز هذا هذا هاي بلاده شوف حينه الحين يقطعون احنا هذا موسم التغليم الحين عندهم هذا موسم التغليم الحين سبحان الله كل بلد وها لها يعني شغله الحين هم يقلمونه هذا الحين شو يدرس توه يظهر ورق جديد اول ما تجبل على بلادهم يا غير تحرى عمرك مجبل على بقيق والله العظيم من صدق يا غير ابدا بقيق ابدا بكل ما تعني الكلمه من معنى هذا عاد تعرفون بيت منو؟ أظني مبونا الأول كان بيت لا والله إلا بيت بيت كانوا اللي سووا مكتب راعي البيت هذا الله يسلمكم شو سالفته راعي البيت هذا ريال مقتدر عنده خير ونشأ الله يحفظكم أخذ حرمة من فلوريدا وبنى لها البيت هذا يوم بنى لها البيت وشيد وغدا بيت عليوي يعني مرتفع منتهب نشي وقال أبوي تبين التمين عندي ترى البيت أنا مكتب ونصه بيت تبين مرحبا بك وسهلا ما تبين ابو يصير بيت هل فلوريدا وانقمته وهالكلام الحين من 26 سنه وتام البيت على ها على عمل بحره لا هو سوت له عند مطوع يقول لك سوت له على البيت سوت حي ابدا حيرت البيت لا هو يستفيد منه ولا اجره منه لا اجره ولا سوى فيه اي شيء وتم البيت هنمونه وقف لا هو اللي سكن فيه ولا هو اللي عرس وياه بالحرمة جديدة وراعية ابويها فلوريدا ردت ابوي فلوريدا وتم ابوي له النمونة وين اسير الحين يلا ابوني بيجره قالت ابدا يتم ابدا وقف البيت لا انت اللي تجره ولا تستفيد منه ولا تاخذ حرمة عقبيها
أنا يا راعية فلوريدا تأخذ وحدة مكسيكية أنت هبي، وأشهد أنها أبوية خلتها سامان ديقة. لا هو اللي استفاد ما زين هالمكان اللي أنا جيته على غفلة. ها شوف النهار، يا سلام سلم، يا سلام سلم، يا سلام سلم، يا سلام سلم. الشارع اللي أنا اللي ساكنين نحن فيه الطرف هذاك اسمه بافلو سبيدوي، له رقم عاد قبل رقم تي وعقب بافلو سبيدوي. بافلو سبيدوي هذا يعني بما معناه أنه شارع البافلو، شارع العيل، عيل البافلو هو العيل، العيل عاد ما بالعيل مالنا العادي مال بقر، لا عيل الياموس. وأخير الحمل حمت عادة. شو ما زين المكان يا أبوكم، وأنا أبوي منطمس هناك يارس في السكن. لا والله إلا الظهر غاوي وفنان ولا شيء شرارته. لو بيب صلاح صلاح فقير ما بيروم يمشي هالمكان كله. انزين نرد على سالفتنا، من ودرته أبوي حرمته وتم أبدأ وقف في البيت. لا هو اللي راي معرس سوت اللي حصر، كل ما يجي فكرة يبي يعرس بياخذ وحدة من تكساس يضرب إشارات الحصار أبداً ويتنفخ، لا يروم يصير حمام ولا يصير لا شرق ولا غرب. وما خلوبه مطوع من مطاوعة أبويه هيوستن يقرون عليه كل يوم، يا بول حد إلا ساعتين يبوله قس، وساعتين يبوله بابا، وساعتين يبوله من سردار يقرا عليه، وما شي فايده. ازم ابوي هالنمون هنا الحين، ابوي قادي، ابوي وقف هو وبيته، والسبه كلها انه حكم على حرمته انه يعني يبقى يجلب البيت مكتب، وسوت له ابوي حرمته لين الحين. لا هو اللي استفاد من البيت، ولا هي اللي ردت له الحرمه، ولا اخذ الحرمه الجديده رعيه تكساس. مازم هالنمونة. وهاي ابوي قصة ابوي راعي البيت هاللي خبرتكم عنها. شوف ما زين هالبويتات، شوف ما زين هالبويتات. سبحانك يا رب، ترى ما شي بنيان، بنايات كبار في المكان هاللي نحن فيه. البنايات الكبار وين؟ وين الجاليريا؟ هناك الداون تاون نص البلد، وسط البلد. قالوا المصريين وسط البلد، هاي شبوي وسط البلد، البنيان والدنيا والعلم والخبر ونطحة السحاب كلها بوي هناك. شو هذا؟ هاي سابية، هاي سالونا، بس ثمن مصري. اليوم شو في سناب؟ اليوم في سناب. وين حمد؟ خالد سوي السلام. السلام. آه بداخل أمريكا مسكين. إيه. سلام. ها سلم عليه ولا ما يسوي سلام؟ لا سلام. ها سلم عليك خالد. والله بنيانهم اللي غاوي وفنان ومرتب وكل زين وكل غاوي على ما قالوا هال البحرين فله فله على فله فله، يعني غاوي فنان. الدنيا هذه كلها والجو فنون. يحيي اليوم يا ابوك، تروم تظهر، تروم تظهر اليوم، تروم تتمشى شويه. انا ابوه صبح اليوم يمده 3 أو 4 درجه الحراره الفير موت. وش لكم انت اللي البارحه انا ما رقت؟ والله يا ابوك رقت اظن الساعه 4:30 لين الساعه 5:30، ساعه وحده رقت، ساعه ونشيت. ما طاعيني الرقاد، ما طاعيين الرقاد، يلست حق اخوي خلف حزه وزق، حزه وزق لين وعيته. اخر خش البيبان واسكر الدرايش وارضخ بالاطباف نش. ها قلت ابوي ما يعني رقاد، فغير ما كذب خبر، يلس عندي ما شاء الله قملوه. مساك الله بالخير، كيف انت؟ مرحبا بقملوه، مرحبا مرحبا. كيف انت؟ يا مرحبا بقملة، حليلك قملو. هذه الأسامي مكودة عندنا في العين، قملو ونملو يرادة وحليلك، وايد الأسامي، أسامي كلها كلها عاد على هواه يسمي ليبة وغزالة وبضاعة
يعني اسامي ببلاش وكلنا نسوي اللي يبغاه. تشوفون البنيان من اوله لين اخره هذا كله ابويه المقاول ما ادري شو استوى صك حك بينه وبين هالملاك وتواقع وتم البيت يخر وما ادري شو شوي التسربات مياهها والكنديشن ما يبرد والسخان ما يسخن والبرشر ما المضعيف وهي روح ابوي البنيان كامل نشعد الحكومه عاده قالت لهم فاتكم طيب قزوا لهم ارض هناك في اطراف قرب المطار وسووا لهم عدف للمستغله لان المقاول الله يحفظكم اللي بنى حق العرب هاي خذ المخطط كامل لكن ما سوى يدار بين كل بيت وبيت شج هن ابويه مره واحده سواها مشاش غير مشاش سمك ما سوى فرز بين الفل والثانيه فزعلت العرب وخبروا عليه ابوي البلاد الحكومه امر الشيخ ابوي واخر شيء ابوي ما حل موضوع من الترام كان يرفج رفجه ترام وروح ابوي وين حطه وقبره يا مات بات يا المقاول ونش ابوي زخ المقاول وعقوه في السجن وامروا ابوي بنوا بيوت من يد ويديد حق هالبيوت هاي كلها وما قال ورفق بعد رفجه ان الفراش على من كيسك انت يا ترام روحه قال من كيسي وعلى حسابي لافرش لكم البيوت كلها وعوضكم ابوي بدال 3 سنين وثلاث شهور ليسوي تريون البنيان ها كل اللي دفعتوه كل بديه بتديه خزانه الدوله الامريكيه ونفدشوا ابوي دفعوا كل المخاسير حق هالبيوت هل تشوفونها اللي طلعت غير صالح للسكن بس بغيت اخبركم عن هالمعلومه تقولوا ما خبرتكم ما احب اذخر عنكم الخيره ودي اخبركم بالدنيا كلها الحين هذاك شار الرئيس وين الاشاره وين خطفت وين بيت الريال هاك اللي يتوادر ويا حرمته هاك وين خطفت الحين صرت سيده 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 ها معالج السرسات الطريق هذا كله لين اخر النهار من هناك شيء جسر وعبر بالطرف هذا وخطفت عدالها بيت الناس المتضررين قلت الحين بدال ما اوصل لين الطريق هذاك واكمل ارد على مثله ثري شيء يلقى الطريق مختصر الطرف هاي خط في نص شعبيه في نص بيوت يعني والحين بخط في بي الرب هبي الرب يعني مكان غاوي وفنان وهادي وان شاء الله ما يكون شيء كلاب رب البيت الحرام الله يستر لا ان شاء الله شكله ما شيء كلاب انا بكلابهم لما ربي سلطان علي هنا ان شاء الله ما شيء كلاب والله ما زين لمكان هادي لا صوت لا زعيج لا في حتى ريحه شعوار ما يطلع مثلا نص النهار تلقط بين البيوت عندنا نحن شو شعاويط التنور شعاويط المشواي اللي يطبخ ريحه الدنيا تعطط اكل ومكانهم هذا ما في ريحه الطباخ هم ما يطبخون هي لكن اكلهم الا سلطه وكان في الاسبوع ودي لو وديتين بيسوون ستيك حسب ما تشوفون اجسامهم كل واحد كل حرمه منها قادم السلك يريد كلنا يخدم كل هاي كلها بيوت اداد اظني ها هاي يبنون من يد ويدي توهم بانين هالبيت هذا يقول لك حديقته ودنيا هذا مكان مال باربكيو يحافظ على هالبيت ما زين شو ما زين هالبيت يجنن حافظ على اهله ما يندرى منو ساكن فيه ذكرني بيت قمحية بن عوض الأول في برونزبري بارك الأول شي بيت في هالمنطقة شرعت هالمنطقة وكان غاوي بيت قمحية بن عوض الأول منطقة تم اسمها برونزبري بارك كم الرقم عاد نسيته هنا أقولكم يعني توا مسج قال أبوي ثره راعية فلوريدا رفعت قضية عليه أحب أخبركم أقولكم رفعت قضية على الريل وحكم لها القاضي البيت هذا لها وانت مثل ما دست نحس في الحرمة فقيرة وخليتها طول عمرها حمتلتها مالك حتى أرضي طابوقة مالك كاشية وحد من كاشي البيت مالك وأمر ترام يعني الله يطول بعمرك قال مثل ما خسست بها سنين كلها ويلست في عذاب وياك
ينسحب عنك البيت وينكتب باسمها. الحين ابوي استوى باسمها، هي قيدوا البيت باسمها، قالوا له سر ابوي عند ربيعك هايج مكسيكي اللي انت قلت تبي تصير تاخذها، سر عندها ابوي بيت مال الارامل، مال الارامل، وعندها اربعه من العيال وكل مشلم بيت عيالها هايج المكسيكيه. والحين ابوي صار ابوي عندها ورد البيت هذا، عطوه ابوي رايه فلوريدا. يلا بس وقف وقفت السالفه، بس عاد عليكم. كان ابوي هالمبنى الطويل العريض اللي ماله اول من اخر من كبره، ما تدخل وتظهر ابوي الا بكرت وشيء رقم سري عقل باب صغيروني. الباب الصغيروني هذا الله يحفظكم له رقم، من خاري من انت داخل بتظهر بلي رقم، يوم بتدخل لازم رقم. انا ابوي ما اعرف الرقم، وحين بتري اي سياره تدخل هو بدخل وراها. شو بسوي؟ محتد، نسيت اجيب المفتاح. زي شو بسوي؟ ما باليد حيله، ما لي الا الصبر. وصلت الى قواعدي سالم بحفظ الله ورعايته. ترى ثلاث لينات، هذا اللين الاولي ورا بعد شي لين ورا شي لين، ثلاث لينات. عاد اهم شيء الزينات هن هاي مطلات على البحيره وعلى الحديقه، هن هالزينات. الباجات زينات بعد، يا غير هاي لا كاظني كل شيء وله قيمه. اعتقد كل نوع من انواع الشقق له قيمه. اتوقع المطلات على البحيره والنوافير الهن قيمه، واللي ورا اقل، واظني واللي تحت غير، يعني شيء من هالقبيل. هذاك الجيم عاده ان شاء الله بكره بيجي ولا اليوم بشوف، يعني على حسب. اتوقع لو اليوم ايه بعيد افكر من بالصدع والديانة، رل علي علي روحي متعايز. من هذاك الطريق انا توني الحين مشيت، هذا الطريق كامل زين، هذا داخل الحين المكان اللي نحن فيه. هذه الشقه اللي تشوفونها هذه هني وين كانوا اول مكان تسكن اختي حصه قبل تقريبا 12 سنه او 10 سنين، نسيت والله. زين، وانا شقتي تحت، هي فوق وانا هني، هاي شقتي تحت. شقتي انا غرفه وصاله، وهي شقتها فوق غرفتين وصاله. قزرت تقريبا 3 شهور اول مره ورديت، ويا اختي فاطمه ظني، وعقب يا اختي خديجه، وعقب ما ادري من ويا، وعقب ردت هي وغدت بخير الحمد لله وسهاله والحمد لله. بين فتره ثانيه اتي واللي معافي الله سبحانه وتعالى، بين فتره ثانيه اتي بن ادم يتسبب العمر اللي معافي الله. النهار المكان غاوي وهادي، يا غير في الليل موحش المكان. يلا هاي بقوم كم سيد بسيد، ها شوف كم سيد بسيد ورا أمة لا إله، لكن المكان الغاوي اللي بأريكو. شوف هذاك رندل، رندل اسمه رنتل أو رندل شيء، هذا باب صغيروني يظهرك من هناك جدار، مكان سوبر ماركت بلاد من كبره ما زين، فنان والله، من أرقى سوبر ماركتات عندهم والله. تم المساء البارح يوم هذا يقول من أرقى سوبر ماركتات عندكم، عندهم مليون مسج يعني. قال لا شيء واحد غير بعد، ما أدري شو اسمه سموه، غير ما أتذكر شو، عادة الحين ما يحضرني. اي بنغالية سكون هني، وشي ساكنين هنود وباكستانيين واجانب، يعني اجانب يعني من ايطاليا ايطاليان ومن هالفرنسا من كل بقعة، يعني هذا اللي جاي يتعالجون ولا اللي جاي ما ادري شو، واللي يحضرون دكتوراه. هاك اليوم بعد لقيت والله بنية ويا ريلها من هال السعودية، توهم عرسين وجايين شهر العسل وبيستغرون بيدرسون، سبحان الله متخصصين ما ادري شو طب كانهم، نسيت والله ما اتذكر. بنيه وريا هي ويا ريلها حليلهم خيرين، ما يدري اكيد تخرجوا. انا ابوه من كم سنه، من بي تقريبا 12 سنه تخرجوا ويا ابو عيال وعيالهم كبروا. اي والله بخبركم والله السناب هذا ايجابي، يعني ايجابي زياده عن اللزوم تبارك الرحمن. كم من أمم أنا عديبهم ما أدري من حد ما شفت من 20 سنة ومن 30 سنة، لاقى بيني وبينهم السناب
سبحانك يا رب. كم من واحد بواحد وكم عائلة بعائلة اللي تلاقيت وياهم رمست عندهم يعني وايدين يعني. سبحانك يا رب. ترى السناب السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، يا انه يوديك للخير اذا استغليته في الخير، او انه يوديك للتهلكة في حال انك استعملته في الشر، وانك تكرس جهودك في الشر او لمآرب اخرى. والحمد لله انا اللي اعرفهم كلهم جماعتنا اللي حد بالسوشيال ميديا كلهم ما شاء الله كلهم مآربهم طيبة، والحمد لله عسى بجي رب العالمين يوفقهم الله يحفظهم ولا يقطعني منهم ولا يخليني منهم بعد، كلهم ما واحد دون عن على يعني الله يحفظكم في خاطري اسمعكم اياها او انكم تسمعونها يعني. يا كسري ما قلت بسوي وبسوي وما فيه شيء من اللي قلت سويته راحت حياتي وانا طري وانا ناوي واللي بغيته نسيته يومي خليته وانا احسب اني صغير وبالعمر تاوي لكني شايع كالزمان الشريف البيت خاويته كم أبوي البارح اللي معشينا البارحة مسوين ذابحين ذبيحتين كل عوامر، واليوم طالت عمارهم بعد مطرشين الدلال كرك وحمر وقهوة، لكن القهوة غير نمونة القهوة غير نمونة مطرشين بعد فواله مطير هل سالم فريد سالم يعني الله يطول بعمر سالم وفريد ويحافظ ابويه الشباب اللي هناك كلهم ويشفي مرضاه مرضى المسلمين اجمعين. قول امين. امين. شو امين؟ اميني. متى تحلكت انت؟ حين. منو حلك؟ خلاص. بارك الله فيك وفي حصه. امين. قول هاو ار يو؟ تو. شكرا ابوي على هالمايوب الفنان وما قصرتوا يا هل بالميله سلي حضرنا عندكم وتعشينا البارحه طباخ فنان واستقبال استقبال حار وحشيم وكرامه ورجال فيها خير ما ودنا نظهر يا قير ابوي تاخرنا نحن الناس ابوي تصبح عندهم مواعيد وركضه ونحن ابوي لا شغل ولا ضمنه ما فينا ناخرهم فلذاك الاسنالين سلاح شو تقرقطني؟ أخ عليك أخ عليك صلاح. خالدي طالع هذا اسمه الله يبارك هذا واحد اثنين هذا واحد ثلاثة وهذا أربعة وهذا الخامس ما شاء الله كلهن سموات الله يبارك. رب والجماعة هاللي مطرشينه المساعة هاك ما بشاي حمر شاهي حليب كرك وحليب زنجبيل بزعفران ودلة قهوة. هل سالم العامري بيض الله ويوه. اي والله بياضني يا ابوك يسمع به السائر ويسمع به الياي يا حافظ عيلة الكرك عاد مسكت دردعت روحي اظني نص الدله اي والله العظيم شو تبى صلاح هذا اي طيب تبى شرات هذا ما اريد ما اريد شو تبى نسكافيه نسكافيه هذا اي ها لا يبى كرك في الكوب العود الكوب العود هي نعم تحرى هينه
هذه على الله يحفظكم ذبيحة جاية ذبيحة بس قرونها عند راسكم بالفنيال ذبيحة من عند محمد بن حليم الراشدي أبوي دخيل والديكم ثلاجة أبوي ترى ما تضم الحين من يينا هيلة بيت ذبح ما شيء مكان أبوي الثلاجة دفع الله الشر والبلع عنكم مشكورين وما قصرتوا دخيل والديكم خلاص لحد يطرش لحم أبوي ما شيء مكان مكان ما شيء دخيل والديكم أعرف قدري وأعرف أنكم هالمواييب وأنكم ما تقصرون يا أهل الدار أنتوا أنتوا تاج فوق الروس على الله يعافيكم ويعفو عنكم ويحفظكم من كل شر وضر دخيل والديكم بوي أنكم لا تطرشوا بس يا بوي والله يا أبوك منا ما شيء مكان في الثلاجات والله يخليكم ويطول عماركم وكل شيء الله يعافيكم ويعافي مرضاكم ويشافيكم ويشافي إن شاء الله كل مسلم يا رب العالمين وأنا أعرف قدري عندكم إنه يعني قدر لي قدر عندكم وتبون ما يوكم واصل بس ما شيء مكان والله يا أبوكم إنه ما شيء مكان ما عندنا مكان ثلاجات مزرة وين بنحطها بعد نعمت الله بعد تخترب وين بنحطها ولا قربنا إيران يا رب الله يحفظكم مشكورين وما قصرتوا سكر فتوح هذا هو حصه يريتي حب حبيبي إيه سلام عليكم صلاح تمام كيف حالك ايه آه وين بسير ما حد فلتي خبر بسير مول اسمه مول الجاليريا ايوه عارفه شو اسمه جاليريا طالع جاي ها وين بتسير مول الجاليريا جاليريا بنتمشى من الحين لين عقب اذان العشاء ساحة شو رايك؟ سي بنت عشاء هو غدا وهو عشاء مشكلة اوكي؟ مشكلة ماشي مشكلة؟ قول حق الجماعة السلام عليكم مباركاتي هالسيرة كلها مخصوص على سبك خصوصي هاي سيرة الجاليريا على سبك انت ساحة مولو 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 مول من يا خلف وهو يحن مولو مول يلا قوم يا ريت اشوفك احس اول يتريح حصة طبيعي خلاص يركب قدام لأنه أغلب واحد فينا ما شاء الله وأنا وشقيقتي وشقيقي صلاح كله وراء أقول لكم معلومة أول مرة أروح بحياتي أعرف أول مرة أعرف إن الرجال يوم يصير أي الإنسان يعني أعرف إنه يحلج لحيته ويحددها وكل شيء إنه يحلج رأسه مرة وحده روحه يحلج عمره يعني يقرع عمره أول مرة أعرف والله يا خلف أول مرة بحياتي أعرف ما قلت لك يعني من صدمة حين سؤال للمتابعين ليش حين يوم بتصير دبي ولا بتصير أبوظبي ولا أي مكان في الدنيا العودة تحط الفلتر يظهر الفلتر روحه الحين هنا ظهر كل ما تسوي الفلتر يظهر الخالدي وتكساس كيف يعني اللي عنده الإجابة يخبرني بيجتلني الفضول شو اللي خبرتني قلنا لك ترى شو قلت لي سناب شات هم حاطين اسمك يحطون اسمنا شادين عني سناب شات في اي بي ترى يا حليلك انت في اي بي هاك اللي عندهم 50 مليون آدمي زين المراد ابوي اللي منكم يعرف الجواب يخبرني دخيل والديكم اني يعني حين يوم اسوي الفلتر يظهر هيوستن ويظهر ما ادري شو النيوم ويظهر كل شيء حتى اللي يظهر عليه تكساس وصبر خالدي انا والله ما بنام سوينه ولا قلت حق هذاك الخبير يسوي لي لكن كيف يظهر ما يظهر تكساس روحه تكساس والخالدي في النصيبه روحينا والله منصدم الولايه هاي اللي نحن فيها تكساس اكبر ولايه في امريكا اكبر عن السودان اكبر عن السودان بكبرها السودان روحها بلاد قارة من كبرها وهاي بوي تكساس أكبر عن السودان الحين نحن وصلنا عاد عين الماء وين الداون تاون هاي بعدنا كم باجي شو في السنتر ما في الداون تاون داون تاون داون تاون ما هو بنص البلاد في البزنس سنتر قري علي في ينب على ينب يعني ما في نص البلاد يعني إيه طيب بس سمعت أنت التقرير هذا أبوي مولهم
جاليريا. جايين هذولي قبل 4 سنين ما شاء الله شيء مكان فنان وغاوي، فتحوا عدة أقسام جديدة بعد، مكان وايد كبير يعني وايد وايد كبير، سكيتنج فيه وما أدري شو يعني. لا صلاح ابوي هنا قدام قدام مره يمشي شوي شوي كله يربع يعني ما شاء الله عليك صلاح. الجاليريا هذه في منطقه يسمونها اب تاون، هب داون تاون اب تاون، فلذلك عاد اللي تبي طرش لي المعلومه من فريج التيار مشكور يا ما فريج التيار. ها صلاح مبسوط؟ تمام تمام وايد لشوية زين المول مالهم ولا ما زين؟ زين. ليش عيب الضايق؟ لا زين. وين رد ابو ظبي؟ يس. حلوة امريكا؟ ايه. هاكم شوفه كل كوفي. شوف الكوفي انت بنسيت تغدى حبيبي. تشيز فاكتوري. مطعم اسمه تشيز فاكتوري. جايين قبل 5 سنين والحين بجيب مرة ثانية. اكل اللحوم وكيك وما ادري شو ما ادري كل شيء. شو رايك انت؟ ليش؟ اني وين؟ ها؟ جدا صلاح وياي مشيت ماشي شراته وحين لازم يمشي ويتريري بلاك حران انت لو شو؟ حران حران ما حد قال لك تلبس هالي تحت وما ها زين لابس هالي تحت اللي يلبسونه هالكويت هذا اللي عن البرد و ولبت حران وحين هل كم الحر صلاح تبي تايل صلاح لا لا انا المينون قانت عفوا صلاح يلا اليوع اللي في الدنيا كله فيه سيارة شكلها غريب شو خلف من السيارة هذه؟ ها؟ تسلا لك نيكولا تسلا 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 مارو اكس حلو ولا خلاف فور ويل درايف اول ويل درايف اير ليفت سسبنشن سو يو كان لوور ات اور يو كان ريس ات ايوه كم السلندر ستارتس ات 80000 80000 يعني كم؟ يعني ما بسلندرات هاي ما فيها يا الفضيحة قال ما يخصها في الجواب صح؟ يا الفضيحة ما عليه طوفوا لي عاد انتوا حبتي لسوا لي على الحرف مرة how much is it? it starts at 80,000 80,000 دولار yes, sir. the way you see it right here it's 102 with all of these options this full option now this is full option Yes, sir. Well, there is an option for a performance motor. The performance motor can accelerate 0 to 60 in 2.9 seconds. خلف غادي كأنك كوجاك لك ترى كوجاك you know كوجاك كوجاك oh كوجاك the bald guy اها yeah
كوجاك الخالدي. كوجاك الخالدي. Where do you come from? Me? يعني أنا خبر إن السيارة تونا صورناها في دبي موجودات من زمان وإنها مسوين انتكاسي. وخلاف أخوي قال لي وأنا وياس أتخقق بحص مسحني مسحني لا تخليني في الستوري. هذا الحين أبوي خلاص شافك العرب كلها مروا من المسح. سوري خلاف. سبحان الله ما تشوف شيء قمة في الروعة وقمة في الأناقة وقمة في القوة وقمة في كل شيء إلا تكون دولة الإمارات ماخذها منه، يعني ماخذ الكمية الهائلة من المواتر هذه مشقلتنها انتكاسي. دبي مشقلتنها انتكاسي لأنها دبي ما تاخذ إلا الزين. دولة الإمارات ككل ما تتنقى إلا الشيء الزين حق يدشن في أساطيلها من سيائر شرطة، سيائر جيش، سيائر دفاع، سيائر داخلية، مطافي، إسعاف، أي شيء في البلاد لازم أرقى شيء وأحسن شيء. ما يهمهم السعر ولا يهمهم أبوي من وين متنتي السيارة، لازم شيء هيفي ديوتي غالي ما بغالي ما يهمهم، أهم شيء جديد ولا حد عنده شراته. وأول من أوائل البلدان اللي تأخذ الشيء الجديد هي دولة الإمارات. من يطيح الشيء قالت به جديد حبه شديد تابع لشيء الدولة. هي نعم بالنسبة لهيوستن المول هذا هو بمثابة مثل دبي مول عندنا في دولة الإمارات، مثل دبي مول في دولة الإمارات. الجاليريا مول هذا مالهم مثل مثابة دبي مول في دولة الإمارات، عندهم على قياسهم يعني. في الولايات اللي من غير ما يندرب هلك بالنسبة لهيوستن ما بصغير يعني بلاد هو، غير بالنسبة لهم هم يشوفون هالنمونة. نحن جايينه اسمه تشيز فاكتوري. شو رايك؟ فنان؟ هذا ابوي كل سنطوان ابوي كبر الشر دوري تحت بعد المغاسل وما شو بلاد والله من كبره. لكن اظني حينها ما شي زود اوادم فيه يقول العرب خلاف قريب المغرب. نحن جايين من الوقت ظهرنا عاد من الجاليريا باتجاه الشقة. شوف المواتر يا ربي. هالشيء أبوك معقول؟ هالرش أور عاد الحين الناس كلها ظهر من المكاتب. هذا أكثر وقت تستوي فيه زحمة في تنتية هيوستن.